انطلقت أشغال الملتقى الوطني الأول لذاكرة الأشغال العمومية المنظم بشراكة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية تحت شعار عقود من التشييد والبناء، حيث أن مدرسة الأشغال العمومية بالمملكة كانت ولا تزال محط الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. تعدى كونه الأشغال العمومية في بلادنا كانت دائما الحمد لله محط رعاية من المرحوم الملك الحسن الثاني جلالة محمد السادس نصره الله. هذه واحد المدرسة كبيرة في بلادنا، تنقولش فقط وزارة كي تنقول مدرسة، اللي أدات واحد الخدمات كبيرة وجلة لبلادنا في المجال ديال البنية التحتية، حيث أصبحت بلادنا الآن الحمد لله تتوفر على تقريبا 58 ألف كيلومتر من الطرق، وتتوفر على 1800 كيلومتر من طرق السيارة، وكثر من 1200 كيلومتر من الطرق السريعة، تتوفر على واحد العدد كبير من الموانئ، أهمها بطبيعة الحال الميناء ديال طنجة المتوسط والميناء ديال الدار البيضاء، تتوفر واحد العدد الكبير من المطارات، العدد الكبير من السدود، وهذا ما كانش ممكن يتم لو كان ما كانتش هذه المدرسة ديال الأشغال العمومية بهذا المستوى. الاحتفاء ديالنا بهذا اليوم هذا هو ربط الماضي ديال الأشغال العمومية بالحاضر ديالها واستشراف المستقبل، لأن هذا المستقبل فيه تحديات كبيرة. الملتقى الوطني الأول لذاكرة الأشغال العمومية عرف مشاركة عدد كبير من موظفي الوزارة القدامى والجدد، أزيد من 800 موظف من مختلف المصالح التابعة للوزارة وكذا في الأقاليم والعمالات. ويروم هذا الملتقى تعزيز قطاع الأشغال العمومية وتقوية الروابط مع مختلف مكوناته واستشراف مستقبله. هذا المعنى للأشغال العمومية.